بعيد، ما تروحش بعيد، خليك البث موجود هنا، دوس على زر الاشتراك هيجي لك البث المباشر دلوقتي حالا. لو انت متوقع فوز مصر وتأهل مصر للنهائيات وتتمنى فوز مصر ان شاء الله، دوس على اللايك. تعالوا معايا عشان اقول لكم هتعملوا ايه وهنعمل ايه ان شاء الله. تعالوا معايا. رايح على فين؟ رايح على فين؟ النهارده هيبقى البث مباشر عندنا هنا في القناة، لازم تكون مشترك في القناة، دوس على زر الاشتراك علشان يجيلك البث المباشر دلوقتي حالا. أول ما تدوس على زر الاشتراك هيقول لك بث مباشر مباراة مصر والسنغال، لقاء الذهاب أو لقاء الإياب آسف، وإن شاء الله التوفيق. مصر يا أم البلاد، إن شاء الله أم الدنيا هتكسب وتفرحنا النهاردة وهتوصل كأس العالم غصب عن الحاقدين وغصب عن أي حد في الدنيا. مصر أم الدنيا، مصر بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، مصر يا ام البلاد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مصر هتشرفنا النهارده غصب عن الحاقدين غصب عن اي حد. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هعرض لكم دلوقتي صور من الاستاد في السنغال لمباراه مصر والسنغال، وهقول لكم على التشكيل دلوقتي حالا المتوقع او التشكيل المثالي اللي هيكون لمنتخب مصر. وان شاء الله يا رب يا رب النهارده مصر توصل وتفرحنا كلنا. تعالوا معايا اقول لكم على التشكيل واقول لكم على المباريات اللي بعد منتخب مصر او في نفس التوقيت اللي هيتلعب فيه المباراة. هقول لكم على جميع اللقاءات النهاردة وتوقيتها، وهتبقى النهاردة برضو عندنا مذاعة على قناة بحر المنوعات كالعادة، مباراة مصر والسنغال وجميع الماتشات النهاردة هتبقى مذاعة على قناة بحر المنوعات، قناة بحر المنوعات الاولى في الشرق الاوسط ان شاء الله بيكم، وان شاء الله مصر هتبقى توصل كأس العالم النهاردة. بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول ونجم منتخب مصر، النهارده ان شاء الله هيوقف في حراسة المرمى محمد الشناوي وقدامه ياسر ابراهيم وايمن اشرف او رامي ربيعة او علي جبر. يعني هو دلوقتي المشكلة كلها في واحد بس هو المدافع اللي هيبقى جنب ياسر ابراهيم، هل هو هيكون علي جبر ولا هيكون زي ما قلت لكم رامي ربيعة ولا هيكون ايمن اشرف؟ طبعا احنا مفضلين ايمن اشرف لان هو رجله في المباريات وخبره وعنده خبره افريقيه وعنده كل حاجه. هيلعب طبعا على الشمال هيبقى ابو الفتوح وعلي جبر وعلي عمر جابر اسف، وهيبقى في خط النص كالعاده حمدي فتحي والنني وعمرو السوليه صاحب الاسيست الماتش اللي فات اللي كسبنا فيه 1-0، وهيبقى قدامهم محمد صلاح ومصطفى محمد وتيري زيجيه كالعاده. احنا بنفضل ان شاء الله النهارده يا رب يا رب النهارده مصطفى محمد يقعد دكه ويلعب مكانه مرموش في الهجوم، لان هو سريع وعايزين حد سريع النهارده ان شاء الله. بالتوفيق لمنتخب مصر. ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف المباراه معانا بث مباشر في لحظه الانطلاق على طول، هتلاقيه قال لك بث مباشر مباراه مصر والسنغال على قناه بحر المنوعات كالعاده. شكرا لكم. لو بتتوقع مباراه مصر النهارده مصر تكسب دوس على اللايك.